يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم راح تكون البيتزا. اليوم إن شاء الله راح نعملها بالعجينة الإيطالية. طبعا هذا ثاني فيديو لإلي للبيتزا بالعجينة الإيطالية، بس الفيديو اليوم بيختلف عن الفيديو الأولاني. الوصفة اليوم شفتها بأحد القنوات الأجنبية وحبيتها كثير وطلعت نتيجتها رائعة. تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون راح نحتاج كاستين من المي، طبعا عندي هون المي لازم تكون دافية، وراح نحتاج كمان معلقتين كبار من الخميرة. معلقة الخميرة عندنا هون لازم تكون ممسوحة. بالفيديو اليوم راح نستخدم العسل، راح نحتاج معلقتين كبار من العسل. طبعا العسل بيعطي نفس نتيجة السكر. هل هون بحركهم كثير منيح مع بعض، بترك الخميرة تقريبا مدة من 5 دقائق لعشر دقائق حتى تفور. لازم نتأكد عنا انه الخميرة فارت قبل ما ننزل الزيت. بالنسبة للزيت هون رح نحتاج نص كاس من زيت الزيتون بالاضافة الى نص كاس من السميد. السميد اللي انا استخدمته هون هو سميد ناعم فرخة، في حال ما بدكم تستخدموه ممكن اكيد تستغنوا عنه، بس هو بيعطي قرمشة للعجينة. بالنسبة للطحين هون راح نحتاج 5 كاسات من الطحين. في البداية هون انا حطيت 4 كاسات، الكاس الخامس راح احطه على مراحل، واخر اشي هون حطيت معلقة صغيرة من الملح. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا هاي العجينة لازم تضلها معكم طرية، ابدا ما تشدوها كثير بالطحين. بالنسبة لزيت الزيتون هو أساسي بالوصفة، في حال ما بدكم تحطوه أكيد ممكن تستغنوا عنه، بس هو الأفضل أو تستبدلوه طبعا بالزيت النباتي، بس الأفضل أنكم تستخدموا زيت الزيتون. وكمان بالنسبة للعسل في حال ما حبيتوا أنكم تستخدموه ممكن تستبدلوه بالسكر، بس بيعطي نفس النتيجة، نفس نتيجة السكر مع الخميرة. هون أنا دهنت إيدي بشوي من الزيت، لميت العجينة، والصحن كمان هون دهنته بالزيت. بنزل العجينة، بغطيها، بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة، بعديها بشتغل فيها. بهاي الفترة راح احضر لصلصة البيتزا. راح اعمل هون صلصة بيتزا سريعة، طبعا في اكثر من وصفة انا عملتها، وان شاء الله راح احط لكم الوصفات اسفل الفيديو، بس اليوم راح نعملها هي اسرع وصفة. راح احط البندورة، تقريبا هون استخدمت 4 حبات من البندورة، حبة من البصل المقطع، و3 حبات من الثوم، معلقتين كبار من معجون الطماطم، بالاضافة الى 4 ملاعق كبار من الكاتشب، واخر شي هون راح احط اقل من ربع كاس من المي. بخلطهم كثير منيح مع بعض حتى تصير عندي كل الخضار ناعمة. بنزلهم بالطنجرة، بحط الطنجرة على الغاز. وهلا هون رح احط المطيبات. رح نحتاج هون توابل البيتزا اللي هي عبارة عن الريحان والأوريغانو. البهارات بس رح اكتفي بالملح والفلفل الأسود. بحركهم مع بعض، بعدين هون رح انزل زيت الزيتون. بالنسبة لتوابل البيتزا ممكن تستبدلوها بالأوريغانو أو الزعتر الأخضر الناشف، بيعطي نفس النتيجة. طبعا هون عنا الغاز في البداية بيكون على العالي، بعديها بوطي الغاز، بغطي الطنجرة، بترك الصلصة حتى تتسبك عندي تماما وحتى تاخذوا القوام اللي انتو بدكم اياه. طبعا هيك عندي قوامها تمام. بطفي الغاز، بتركها على جنب حتى تبرد، وبعديها بستعملها. بالنسبة لصواني البيتزا هون انا رح ادهنها بكمية بسيطة من الزيت النباتي، وبعدين هون رح أرش كمية بسيطة من السميد. السميد هون بيعطي تحميرة كثير حلوة للعجينة، بتكون العجينة معكم كلياتها من تحت بلون الذهبي. هيك عندي العجينة بعد ما ريحتها ساعة، ما شاء الله العجينة بجد رائعة. لاحظوا قوام العجينة عنا، قوام العجينة طري. هيك بتاخذوا انتو نتيجة رائعة على البيتزا. طبعا هلا هون رح اقطعها. بالنسبة للتقطيع هون رح اقطعها ل5 كرات. طبعا هاي الكمية بتعمل عندي 5 صواني بيتزا حجم وسط. بنحاول انه الكرات كلياتها تكون تقريبا نفس الحجم. بنشد العجينة شوي. طبعا العجينة بتحسوها كثير خفيفة. هلا هون راح اوزع الكرات على الصواني وراح اغطيها، راح اتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة لربع. طبعا الاصل بالفيديو ريحوها تقريبا من 3 ساعات ل4 ساعات، بس ريحوها جوا الثلاجة. كل ما ارتاحت معكم العجينة بتعطيكم نتيجة احسن، بس انا ما عندي الوقت كان اني اريحها هاي المدة، فقط ساعة لربع كانت امورها تمام. هون راح اعمل ثقوب
حتى انه العجينة ما تنفخ معنا من النص. وهلا هون رح نحط الصلصة. بالنسبة للحشوة ممكن تحطوا اللي بدكم اياه، انواع البيتزا اللي انتو بتحبوها. طبعا بدهنها كثير منيح، وبعدين هون رح احط كمية من الجبنة، الجبنة الموزاريلا، وبرجع اخر اشي هون احط الحشوة اللي رح استخدمها اليوم هي البابروني، رح احط كمية منيحة، واخر اشي بسكر الصينية بكمية من جبنة الموزاريلا. تقريبا كل صينية بتحتاج 200 جرام من الجبنة، الجبنة ذوق شخصي حسب الكمية اللي انتو بتحبوها مع البيتزا. اخر اشي هون رح ارش على الصواني من التوابل الاعشاب الايطالية، ورح ادخلها الفرن. بالنسبة عنا للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200، اغلب الخبز رح يكون معنا من تحت. المدة تقريبا من فرن لفرن بتختلف. وهيك عندي بعد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله، يعني رح اقيم لكم العجينة الرائعة، كثير حبيناها، ما فيها ولا غلطة. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى انه الوصفة عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة عجبكم الفيديو، ما تنسوا اللايك للفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم الف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.